نتحدث اليوم عن اليد المفضلة بالنسبة للاستعمال من قبل الناس ومن قبل الأطفال تحديدا. قال عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذن هنالك كان حث وتشجيع من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الديانة الإسلامية على ضرورة استعمال اليد اليمنى، ولكن هناك نسبة بسيطة من الأطفال حوالي 5% بتوصل أحياناً بيستعملوا اليد اليسرى. هنا نقول بأن اليد اليسرى واستعمالها محكوم من قبل الدماغ، فهي مسألة فسيولوجية عصبية بحتة لا علاقة للطفل بها. كل شيء فسيولوجي، كل شيء عصبي لا يمكن أن يحمل الإنسان مسؤوليته، لأنه إشي جسمي، إشي خلقي، إشي من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يجب لا نهر ولا عقاب ولا زجر الطفل عندما يستعمل اليد اليسرى نهائيا، لأنه ما فيها أصلا مخالفة مع تعاليم الإسلام. صحيح في حث ولكن على استعمال اليمنى، ولكن لا يوجد تحريم لاستعمال اليد اليسرى نهائيا. أضف إلى ذلك أنه إذا سألنا حالنا ليش إيدي اليمين أقوى بكثير من إيدي الشمال أو اليد اليسرى، نقول إنه هي أقوى لأنها بتخضع لقانون الاستعمال والإهمال مثل أي عضو آخر في جسم الإنسان. فإحنا بندرب إيدنا اليمين كتير وبنهمل إيدنا الشمال، ناسين إنه في بعض الأحيان رح تيجي علينا ظروف نضطر فيها لاستعمال اليد اليسرى. افرض اليد اليمنى احتاجت لعملية جراحية لا سمح الله، تعرضنا لحادث، انكسرت، انشعرت، استخدمنا الجبس إلى آخره، عندها مضطرين أن نستعمل الشمال. أنا شخصيا كتربوية مع أن نستعمل اليد اليسرى وندربها جيدا تماما كما ندرب اليد اليمنى، لا للعقاب، لا للزجر، لا للتوبيخ في حال استعمال اليد اليسرى. معلومة علمية بتقول أيضا أنه الأطفال، يعني أنا ممكن أميز طفلي متى بفضل إيد على الأخرى عصبيا وبيولوجيا، يعني عمر 18 شهر، يعني على عمر السنة ونص تقريبا ببين معنا أنه الطفل بحب يستعمل إيده اليمين أو إيده الشمال، شو هي الإيد اللي بفضلها. اتركوه على راحته وخليه يقرر قراره، لأنه مش هو اللي عم بيقرر، هو دماغه. يعطيكم العافية.